في بعض الحالات انا بحتاج ان انا اعمل ايزوليشن للكريسماس تري في اثناء البرودكشن، في اثناء الورك اوفر، في اي مشكله تحصل لي على السيرفيس. فممكن ساعات احتاج ان انا انزل حاجه اسمها باك بريشر فالف. الباك بريشر فالف ده بيكون ليه سريد خارجي بنزله بطول معينه جوه الكريسماس تري، وانزل جوه الويل هيد واسيته جوه التيوبنج هانجر، على اساس ان انا ممكن احتاج ان انا اعمل نب الاب وداون للبي او بي. خلاص انا خلصت حفر، فهشيل الكريسماس، هشيل البي او بي عشان اركب كريسماس تري، فلازم يكون عندي ايزوليشن، ميكانيكال ايزوليشن اكويبمنت حسب الاي دبليو سي اف او الورك اوفر ستاندرد بروسيدور عشان انا اقفل البير. فهحتاج ان انا استخدم باك بريشر فالف او تو واي باك بريشر فالف. الباك بريشر فالف ده هيمنع الفلو من تحت، لكن لو انا حبيت اقتل البير فهقدر كانه تشيك فالف، اقدر ان انا اضخ من هنا. لما هضخ هتبدا الجزء اللي هو بيعمل سيل ده هيبدا ان هو ينزل عشان السوسته اللي تحته، فاقدر ان انا اضخ جوه البير فاقدر اقتل البير بسهوله. لكن لو حصل فلو بوزيتيف فلو من البير، فالفلو ده هيلاقي قدامه سيل اليمنت هنا كده او سيل سيت، فيبقى كده خلاص الفلو اتمنع. لكن التو واي باك بريشر فالف، التو واي فالف ده كانه بلجه بيقفل في الناحيتين، فده حاجه مهمه جدا. انا زي ما انا شايف اهو، هو ده شكل الباك بريشر فالف وده التو واي. بنزل جوه الهانجر التوبنج هانجر وابدا ان انا اعمل له سيت جواه، ان انا اربطه زي ما انا شايف اهو، عملت كده سيل. طيب انا بعمل الموضوع ده ازاي على الكريسماس تري؟ عن طريق لوبريكيتور معين شبه لوبريكيتور الواير لاين، لكن بيختلف قليلا عنه، وببدا اسيده. طيب عندي جزء برضو خاص بالاكسسوارز اللي انا بستخدمها في الويل هيد، وهو اسمه الوير بوشنج او التست بلاج اند بول بروتكتور. ده انا بستخدمه اثناء عمليه الحفر عشان افويد اني دامج للانترنال بارتس بتاعت التوبنج بتاع الكيسنج هيد. انا عندي فيها سيل اليمنت وعندي فيها اجزاء حساسه جدا، لو وانا بحفر حصل ان الدقاق او مواسير الحفر لمستهم فهتبوظهم، فممكن ان انا استخدم كفر خارجي عليهم كده، ان انا بنزل جوه التوبنج هيد دي بنزل جوه ويت بوشنج. الويت بوشنج عباره عن جزء ميتال بينزل وليه جروف معين، اللوك داون سكرو بيقفل عليه، اللوك داون سكرو بيقفل هنا يمسكه، وبالتالي اقدر ان انا اعمل اي اوبريشن حفر او اي مشكله بدون ما يكون ليا اي كونتاكت مع السطح الداخلي للكيسنج هيد. التست بلاك دي بستخدمها بعد كل عمليه نزول كيسنج، فبحتاج ان انا اغير لمات البي او بي، فبحتاج ساعات ان انا افك البي او بي. مجرد اي عمليه فك او تركيب للبي او بي بتستدعي ان انا لازم اعمله عمليه تيست تاني، فبملى ميه وابدا ان انا ارفع تيست عليه. فعشان اعمل تيست لازم ان انا اكون حاطط بلجه تحت في الكيسنج هيد وابدا ارفع الضغط في التيوبنج. طيب السيل تكنولوجي، السيل تكنولوجي هو ان انا ازاي ان انا اعمل سيلينج ما بين الفلانجز وبعضها. انا عندي في برايمري سيل، برايمري سيل ده عباره عن كيسنج هانجر وتيوبنج هانجرز، دول اللي بيعملوا لي هم دول برايمري سيل اكويبمنت. دول بيكونوا عبارة عن ميتال تو ميتال سيل، وساعات بيكون إلاستومر سيل أو روبر سيل. تمام، السكندري سيل هو ده اللي بنتكلم بقى على الميتال تو ميتال أو الإلاستومر سيل. في كونكشن سيلز، إن أنا ما بين فلانشا وفلانشا ساعات بحتاج إن أنا أعمل سيلينج، فالسيلينج ده هيتم عن طريق جاسكت من الميتال بنسميها الرينج جاسكت. هو ده بالظبط كده، ان انا بتكلم على كونكشن سيل. فعندي ما بين فلانجز وبعضها ببدا ان انا احط سيل رينج جاسكت. الرينج جاسكت دي مصنوعه من الميتال، بتعمل بروفايد لي اكشوال سيل ان فلانج اور ستاد كونكشن. طيب السيل الرينج جاسكت المشهوره جدا او الشهيره جدا في الويل هيد اوبريشن، وهي ال R وال R X وال B X. ده ديبند او استخدامهم او الاختيار ما بينهم ديبند على الريتنج بريشر اللي انا هستخدم عليه الويل هيد. لو كان عندي الويل هيد بتاعي هتشتغل على بريشر ريتنج ما بين ال 2 و 5000 بي اس اي، فبستخدم ال R رينج جاسكت وال R X
رينج جوز كده. لو كنت اكتر من 10,000 او اكتر من 5,000 فانا هبدأ استخدم البي اكس فلانج. طيب الفلانجز بتاعتنا بالجروف بتاعتنا حسب الاي بي اي لل 5,000 بي اس اي. فانا عندي الفلانشات كل فلانشه من الفلانشات خلينا نقول لو النومينال سايز بتاع الفلانشه دي 2 1 على 16 فانا كده الكيسنج اللي هيكون موجود عليها 2 و3 كتمان والدايمتر بتاع الفلانش 8 ونص. ده من الاخر بيقول لي رينج كل رينج من دول ليها سايز. فانا عندي ار 24 ار 54 ار 44 الرنجات دي بتختلف. طيب الرنجات دي شكلها بيكون عامل ازاي بالظبط؟ انا عندي كل فلانشه من دول كل فلانشه من الفلانشات اللي احنا شايفينها دي بتمثل لي نوع مختلف من الاي بي اي ار رينج جاسكت. عندي رينج جاسكت الاولانيه اللي هي الار اكس مشهوره جدا. عندي الار البروفايل بتاع الفلانش بتاع الرنجايه هو ده اللي بيحدد لي شكلها. يعني انا عندي فيه اللي انا شايفه ده شايف انا البروفايل بتاعها شكله عامل ازاي اهو. ده اللي هو الار اكس سوري الار اكس ده شكله اهو شكله هكساجونال شويه. عندي الار بتكون اوفال الشكل بتاعها دوراني اكتر. اللي هي البي اكس بتكون شكلها مربع اكتر. فده دي الاشكال المختلفه لكن احنا اكتر حاجه بنستخدمها في ال 5000 هي الار والار اكس. طيب قلنا الار بستخدمها 5000 ار اكس بستخدمها 5000 البي اكس بستخدمها فوق ال 10000. الالاستومر سيل هو ان انا بستخدم نوع معين من النيترايل. النيترايل ده ماده شبه الرابر ليها خصائص مختلفه في تحمل الحرارات العاليه والمنخفضه ما بتتاثرش بيهم قوي. بتصنع من النيترايل زي ما قلنا. بتبدا تعمل لي سيل لحد بريشر معين وفي منها الاورنج وفي منها البي سيل ومنها التي سيل ومنها الاس سيل والميتال اند كاب. ده الاشكال المختلفه بتاعتهم وكل واحده برضو ديبند على البريشر والتمبريتشر ريتنج اللي انا عملت سيليكشن اصلا للويل هيد على اساسهم. طيب